يبدو أن أعداد اللاجئين الأثيوبيين المتدفقين صوب الأراضي السودانية ستشهد تزايدا في مقبل الأيام، عطفا على ما يدور من معارك في الداخل الأثيوبي. هذا الوضع من المتوقع أن يلقي بأعباء إضافية على الجانب السوداني المستضيف، ليس في مجال الإيواء فحسب بل الجانب الأمني، فالمنطقة من أنشط مناطق الإتجار وتهريب البشر. لأجل ذلك تتضافر الجهود سدا لهذه الثغرة. هذا الجزء الأول من هذه السيارات، في مجموعة ثانية من السيارات سوف تأتي في خلال شهر ونصف، يتم تقديمها أيضا للمنظومة الأمنية في ولاية الغضارف. دعم المنظومة الأمنية في ولاية الغضارف له شأن عظيم في عمل مفوضية سمو لجوء اللاجئين في مكتب الغضارف، وذلك لتأمين اللاجئين وتأمين المجتمع المستضيف، وأيضا للحد من ظاهرة التجارة بالبشر، ولضبط الأمن والاستقرار في مراكز تجمع اللاجئين. الجهات الأمنية التي استلمت دفعتين من وسائل الحركة وزعتها على المعسكرات دعما لجهود أفرادها المرابطين هناك وتدعيما لخططها لمجابهة هذه الظواهر الخطيرة. ده كله يصب في عملية التأمين المعسكرات، خاصة لأنه في تداخل في غربلي في هذه المعسكرات من الوافدين من اللاجئين، ويحتاج لدرجة عالية من التأمين والضبط لسلامتهم. المرة الغادمة سيتم زيادة هذا الدعم، وذلك سيسهم في خلق استقرار أمني في الشريط الحدودي وفي المحليات اللي هي متأثرة بوجود اللاجئين، سواء كان هذه المحليات عندنا حوالي 6 محليات لحد الآن هي بها أعداد من اللاجئين، ومرشح العدد يزيد. معتمدية اللاجئين والتي تطلع بالدور التنسيقي مع المنظمات كانت حلقة الوصل في تيسير وصول هذه المتحركات دعما لأدوارها في الحماية. تسليم متحركات لإدارة الشرطة الولاية تساعد في استتباب الأمن وتغطية معسكرات اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال الوعودات السابقة التي تمت من خلال الزيارات السابقة لولاية الغضارف. نحن في هذا اليوم وعبر في معتمدية اللاجئين نثمن الشراكة الذكية مع أخواننا في المفوضية السامية، ونؤكد لأخواننا في الجهات الأمنية والجهات الشرطية إن هذا الدعم سيكون مستمرا. النشاط الهدام لعصابات الإتجار وتهريب البشر يمثل هاجسا للسلطات السودانية وكذا المنظمات الأممية، مما يتطلب مثل هكذا تعاون وتنسيق.